الوزارة مقلوبة بقالها كام يوم، وكل الناس بيجولي علشان يباركولي. يا رب تبقى من نصيبي بقى. بس أنا اترشحت للوزارة قبل كده وبنفس المواصفات، بس معرفش بعدوا عني ليه. المرة دي برضو راجعين لي وبقوة. أنا حاسس إنها المرة دي هتبقى بجد، وإلا ما كانوش فكروا فيا للمرة التانية. بس في حاجة هي بقى اللي هتعوق الحكاية دي. الله يسامحك يا عمر، الله يسامحك يا عمر، الله يسامحك يا عمر. الله يسامحك يا عمر. الله يسامحك يا عمر. بس يا حاجة يا باشا، ده غلبان والله. غلبان؟ اقعد اقعد. انت فين؟ بقالك كام يوم يعني هاجب من البيت؟ قول لي بقى. وصلت القرار بقى بينك وبين نفسك في حكايه استقالتك من الوزاره؟ اكيد يا باشا. ووصلت لايه؟ بصراحه انا عايز اسيب الخدمه يا باشا. تسيب الخدمه؟ ليه يا ابني؟ باشا انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. من يوم موت راضي وانا حياتي كلها بقت مرهونه بقضيته، مش عارف اكمل في الخدمه لما اجيب له حقه. عشان كده انا عايز اغير حياتي كلها، عايز اغير مهنتي واغير طموحي، حتى المكان اللي هكمل فيه عايز احس ان انا عايش في سلام يا باشا. مفيش حد يا ابني يقدر يعيش في سلام طول عمره. ربك خلق الانسان فيه كبد، حتى الكبد مختلف. يعني انا ما اقدرش استحمل تعب شغلانتنا خلاص، لكن اعرف استحمل تعب شغلانه تانيه. بتفكر انك تشتغل محامي؟ لا ما اعتقدش اني اعرف اشتغل محامي. ولا عايز تشتغل ايه؟ اشتغل حر. في جماعه كده فاتحين مشروع في مرسى علم، يعني ممكن ابقى اخش معاهم بقرشين ونكمل. وده مشروع ايه ان شاء الله؟ سياحه، مطعم وسفاري، يعني شغل سياحه بقى. طبعا ان شاء الله هتشتغل معاهم مدير امن قد الدنيا. لا يا بابا لا، مش هشتغل مدير امن ولا حاجه. هنفتح مركز غطس. انت عارف ان انا معايا شهاده احتراف، يعني ممكن ببساطه اطلع رخصه تعليم ونجيب 5 6 بيتش باجي ونشغلهم. يعني عايز تقعد هناك بقى على طول؟ لا طبعا، هرجع كل شهر مرتين ثلاثه كمان. يا بابا الطياره من هناك لهنا ساعه، يعني اقل من الوقت اللي حضرتك بتحتاجه عشان تروح من المكتب لهنا. شوف يا ابني، بالنسبه لي انا عارفك كويس. ابني وهتفضل طول عمرك ابني، واللي هتختاره انا هوافقك عليه طالما كان محترم وبتكسبه بشرف. انما المشكله هنا بقى في الست فريده. ليه؟ فريده اتولدت هنا، اتربت هنا، وعاشت هنا، ودرست هنا، وبتشتغل هنا. معقول هتسيب كل ده وتروح معاك هناك؟ واهلها موقفهم هيبقى ايه من قرار حضرتك ده بقى؟ انا ما اعتقدش ان فريده هيبقى عندها مشكله في الموضوع ده. النسب مش فريده بس يا عمر. صح، حضرتك عندك حق. أبو هتعمل ايه؟ انا بقى هدوس على الزرار ده عشان حضرتك تقول منك الله يا عمر، منك الله يا عمر. قولها براحتك حضرتك، سيبك بقى مش عارف. لا والله يا حبيبي ما اقدرش، بس الله يسامحك يا عمر، الله يسامحك يا عمر، الله يسامحك يا عمر. وسيبني واتكل على الله عشان انا عايز اكمل الكلام هنا. قطع في فروتي براحتك يا باشا. امشي. سلام يا باشا. امشي. ربنا يسامحك يا عمر. هلو ايفري ون. هلو يا باشمهندسه، اخبار رسومات فيله التجمع ايه يا واقي؟ شغال عليها النهارده لحد ما تخلص. يعني هشوف حاجه النهارده ولا ايه؟ قولي ان شاء الله يا باشمهندسه. ان شاء الله. حضرتك مش عايزه حاجه مني دلوقتي يا باشمهندسه؟ لا يا علي ميرسي، اطلع انت على الموقع وانا لو لحقت احصلك هحصلك. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام. ندى الباص جوه؟ جوه يا باشمهندسه. وائل انا هعمل حاجه تشربها، اعمل لك معايا نسكافيه يا ريت.
بتكلمني كده؟ على فكره انا بقول لك مش بستاذنك، انا بقول لك لان احنا بنشتغل مع بعض في ماركت واحد، المفروض تعرف مني قبل ما تعرف من اي حد تاني بره، لان لو عدم شغلي بره مكتبك ده كان شرط اساسي في العقد يبقى دي كانت غلطتي انا من الاول، لاني ما خدتش بالي، لان ساعتها عمري ما كنت هندي العقد من اساسه. انا اسف يا علاء، انا اسف، ما كنتش مركز ان كلامي ممكن يتفهم بالطريقه دي، كان قصدي حاجه تانية خالص. حاجه تانية ايه؟ لا لو عندك شك ان شغلي بره ممكن ياثر على شغلي هنا يبقى الطبيعي انك تستنى وتشوف بنفسك وساعتها تقرر الموضوع يستاهل القلق ولا لا. طب ممكن تهدي؟ انا كان كل قصدي ان الوقت الفاضي اللي فاضل لك الشغل ده هياخده منك. وايه المشكله؟ كمل، ايه المشكله؟ المشكله اني مش عارف اشوفك. انا اسف، ما كانش قصدي اضايقك. لا مفيش حاجه. طب ينفع امشي انا دلوقتي ونكمل كلامنا بعدين؟ عمر بيه، تحب تشرب حاجة؟ شكرا يا بشمي. أستاذة فريدة معلش يا بسنت، مش عاوزة حاجة تاني. بسنت. أيوه عمر بيه. معلش هتعبك معايا، تجيبي لي بس علبة سجاير وفي كافيه جنبكم كده، يعني عدي هات لنا اتنين حاجة ساعة، واضح إن أنتوا ما عندكوش حاجة تتشرب. هو انت زعلانه مني في حاجه؟ انا مش زعلانه منك يا عمر، بس انت بتاخد قراراتك كده من غير ما تاخد رايي وتخليني انا غرقانه فيها. يا حبيبتي الموضوع ما فيهوش اي غرق ولا حاجه، ده مشروع كويس جدا وهيخلينا نبعد عن اي قلق في حياتنا. عمر انت ليه مش عامل حساب بابا في اي حاجه؟ بالرغم ان انت عارف انه ده اكتر حد مخلينا ان احنا لغايه دلوقتي مش متجوزين عشان خايف منك ومن قراراتك اللي كل مره بتطلع لي كده بحاجه فجاه. ما هو الموضوع ده بالذات يعني القرار ده هو هيحبه قوي، هيتبسط بيه جدا. يا حبيبتي افهميني بقى، هو هيتاكد ان انا رميت موضوع القضيه ده ورا ظهري خالص. والله تصدق ان انا مش عارفه هو هيتصرف ازاي دلوقتي ولا هيفكر فيه ازاي؟ خلاص كلميني. أنا مش عارف، عاوز أعمل كده بس مستنية أما ماما تساعدني. كويس. تمام. هو أنكل يعني إيه؟ أنكل متضايق قوي طبعًا. بس خلاص أمر واقع. وبعدين يعني وأنا رايح أشتغل رقاصة. هو أنا بصراحة جربت يعني بس اكتشفت أنا ما بعرفش أرقص خالص. اهلا سعيد بيه. طن انا جاي علشان عارف اتفضل ارتاح. انا بقى اللي عايز اعرف سبب واحد لرفضك ابني بالشكل ده، ممكن تقول لي؟ انت عمرك ما هتحس ولا هتشوف زي ابدا يا سلطان. انا عايز اعرف بقى انت ليه مصر ان انا بتعامل مع فريده مش زي ما بتعامل مع بنتي؟ عشان يا سلطان انت مش انا، وطريقة حبك لبنتك مش هي نفس طريقة حب لبنتي. خلاص تعال نحل المشكلة دي بخطوة واحدة. قولي ازاي؟
نجوز العيال ونفرح بيهم. حلوة قوي يا حبيبي، علشان يسيبها ويسافر آخر بلاد المسلمين ويسيبني قاعد لوحدي هنا. يا سلطان انت مش ممكن ابدا هتخليني اسمح ان بنتي تبعد بعيد عني. افرض ان جرالها حاجه يا سلطان، الحقها ازاي؟ الطبيعي يا سعيد بيه ان البنت تبقى مع جوزها في اي حته بيروح فيها. يا حبيبي ده الطبيعي ده عندك انت، لكن عندنا احنا حاجه تاني خالص. بنتي شافت الويل مع عمر ابنك من ساعه ما عرفته، مش ممكن يا سلطان. مش فاهم، انا مش فاهم انت ليه مصر انك تعامل ابني انه مجنون؟ ليه؟ بلاش هو يا سيدي، اعتبرني انا اللي مجنون وبخاف على بنتي من نفسي. في الاخر بنتي احبها زي ما انا عايز يا سلطان، وبالطريقه اللي تريحني يا حبيبي. ما كلنا بنخاف على بناتنا. بس انا بخاف عليها بقى اوفر. حقي ولا مش حق يا سلطان؟ حقك. اقول لك ايه بس، بقول لك ايه، تعالى نحسبها كده كويس مع بعض، بنتك وابني عارفين بعض من وهم صغيرين، صح؟ صح يا سيدي. ومخطوبين رسمي بقالهم 6 سنين، صح؟ تمام. في خلال ال6 سنين دول بقى أنا حاولت إن أنا أكمل الجوازة بتاعتهم، وحضرتك كنت بترفض، وإحنا احترمنا ده جدا جدا علشان حضرتك الآن والولد وأمه قالوا معلش عنده حق. صح. كمل كمل يا سلطان. أكمل؟ فضل. معنى الكلام ده إيه؟ إن الولد والبنت عايزين يكملوا حياتهم مع بعض مهما كانت الظروف، صح ولا أنت مش شايف إنه صح؟ مظبوط يا سلطان. نعم. يبقى أكيد اللي بيحصل ده ملوش غير معنى واحد بس، إن الولد والبنت عايزين يعيشوا مع بعض ويكملوا حياتهم تحت أي ظرف من الظروف. طب ايه رايك بقى؟ انا اللي بقيت مش موافق يا سلطان. يعني ايه معنى الكلام ده يا سعيد بيه؟ اللي انت سمعته يا سلطان واللي انت بتقوله بالظبط. على فكره انا طول عمري عندي اسمع مع عمر. عمر على فكره مش هو المشكله، عمر ممكن يبقى راجل ما يتعيبش، لكن انا شخصيا مش متخيل ان انا بنتي طول عمرها تفضل عايشه معايا يا اخي وبعيد عني. لا يمكن. وابنك لا يمكن، مستحيل يرجع عن اللي في دماغه يا سلطان. ماشي معاك في كل الكلام اللي حضرتك بتقوله، بس افرض بقى ان انا اتكلمت مع ابني واقنعته ان هو يسيب الشغل الجديد ويجي يعيش هنا في مصر وهو رفض، شكلي أنا كأب هبقى إيه؟ خلاص خلاص يا سلطان، يبقى خلاص مفيش نصيب يا أخي. كده مفيش نصيب؟ آه. طب وفريدة؟ مالها؟ فريدة بنت ناس يا سلطان، ومش ممكن أبدا هتنفذ ولا تقبل حاجة أبوها رفضها. اللي حضرتك بتقوله ده ضد إنها تعيش سعيدة. سعيدة ده إيه؟ سعيدة دي حكاية ممكن تتنسي، لكن إن هي تعيش على طول بعيد عني وإحنا نفضل مرعوبين عليها، هو ده المستحيل يا سلطان. رعب إيه بس يا سعيد بيه؟ رعب إيه؟ عيب، ما يصحش اللي أنت بتقوله ده. اللي بتقوله ده إهانة ليا ولابني، وابني لا يمكن هيبقى عشماوي من جوازه بنتك، ومش هيرعبها أبدا. وأنا مش مجنون، مش مجنون أبدا يا سلطان، علشان أجوز بنتي لواحد كل هدفه في الحياة إن هو ينتقم وياخد بطار واحد صاحبه يا سلطان، حتى لو هو شخصيا مات. لو كان عايز يعمل كده فعلا زي ما حضرتك بتقول ما كانش ساب الخدمة وحرق قلبي وقلب البيت كله عليه. الكلام ده تصدقه يا سلطان زي ما انت عايز، لكن انا يا حبيبي عارف عمر كويس. عمر عنيد، عنيد ومش هيتنازل عن اللي في دماغه نهائي. انت مش هتعرف ابني اكتر مني. وانت مش هتخاف على بنت يا سلطان اكتر مني. اقولك يا سلطان، بتيجي تعتبرني مجنون؟ اعتبرني مجنون يا اخي، وبخاف على بنتي اكتر من خيالها. من فضلك يا سلطان
ريح نفسك وريحه حبيبي وريحنا كلنا. اعمل معروف يا سلطان، خلصني من المصيبة اللي أنا فيها من فضلك. بقالي 6 سنين، 6 سنين بحاول أقنع نفسي إنه ممكن بنتي فريدة ترتبط باللي اسمه عمر سلطان ده، معرفتش. ليه يا سعيد؟ ماله عمر؟ مش طيب، مش عايز وجوده في حياتي أصلا. مفيش حاجة كده أبدا، كل حاجة لازم يكون لها سبب. مش النهاردة اللي هنسأل إذا كان عمر ممكن يتجوز بنتنا ولا لأ. عمر إنسان كويس قوي، مثقف، متربي، ابن ناس، ابن عيلة، وفوق ده كله بيحبها وهي بتحبه. طب يا عايدة، ما بحبوش. الله، ليه؟ عايدة، هو حكاية الحب ومش الحب اللي هي فيها ليه ومش ليه؟ ما بحبوش يعني ما بحبوش عايدة في إيه؟ هو أنا يا بابا ومشاعري ملهاش أي أهمية عندك خالص؟ انت لما كنتيش مهمة عندي انا ما كنتش كافحت كل الكفاعة ده عشان ما حدش ياخدك مني. انت أدرى واحدة في الكون قد ايه احنا تعبنا مع الدكاترة سنين علشان نجي فريدة، وانت بالذات عارفة كويس قوي دفعت تمن قد ايه انك انت ما تقدريش تخلفي بعد كده. انت الوحيدة اللي عارفة معايا. وارد، وارد انك انت تبقي زعلانة مني، وارد، وارد ان انا ابقى بتلكك العمر، وارد، لكن ايا كان رأيكم ده قراري، قرار نهائي مش هرجع فيه ابدا. بابا مفيش حد يعرف ياخد قرار بخصوصي انا وفريده غيري، انا وفريده وبس. لو كنت انت بس اللي تعمل. ابوها عنده مشكله، ابوها عنده مصيبه، انه خايف عليها منك. لا يا بابا، هو مش خايف عليها، هو بيغير عليها. بيغير على مين انت كمان؟ انت مجنونه؟ ده ابوها. ايه المشكله؟ المشكله ان ابوها يا ابني، ابهات كتيره جدا بيستخسروا بناتهم في اي راجل. ده يبقى مرض بقى. لا يا ماما، أظن حضرتك يا بابي لو حسيت إن أنا ممكن أبقى عايشة مع راجل تاني هتبقى مخنوق منه من فكرة الجوازة نفسها. لا يا بنتي، ده شعور طبيعي جدا، بس أنا أكيد من جوايا هبقى فرحان لك. وهو ده الفرق الوحيد. فرق إيه؟ إنه مش مبسوط. هو أنا هاكلها ولا هموتها؟ دي هتعيش معايا وفي أحسن مكان في الدنيا كمان. أنت ليه مصمم قوي كده إن هناك يبقى هو البديل لشغلك يا عمر؟ ليه مش هنا؟ ليه مش في اي حتة قريبة تخليك عايش هنا؟ ما انت كمان بتعرف تعمل حاجات كتيرة قوي غير الغطس. عشان انا لما روحت هناك لقيت نفسي مرتاح، حسيت ان هو ده المكان اللي اقدر الاقي فيه نفسي. ولما تعرف دلوقتي بقى ان اللي مخليك مرتاح ده هو اللي هيبعدك عن فريدة، انهي اهم؟ ايه اللي يخليك مرتاح اكتر؟ إنك تبقى هنا وإنتوا مع بعض، ولا تبقى هناك وفريدة تروح منك؟ مفيش أي سبب يخليك مصمم قوي كده على السفر وإنت عارف إن التمن فريدة غير حاجة واحدة بس، حاجة إنت عارفها كويس قوي. وبكده أنكل سعيد يبقى عنده حق، أو على الأقل مش بيتلكك. ما ترد يا عمر، ايه الاهم والاولى بالنسبه لك؟ عمر، هو في سياحه يا ابني اليومين دول؟ انا مش عارف ايه اللي مخليك متمسك بالمكان ده قوي. يا جماعه انا بكره هتكلم مع فريده، هنتقابل ونتكلم. دي قضيتك انت وفريده، انما انا مش هقابل الراجل ده تحت اي ضغط من اي نوع ومن اي حد. ما تكبرهاش بقى يا سلطان. لو سمحت يا سميه، شوف يا ابني، الراجل ده جه هنا واتكلم كلام فارغ كتير، وانا من اصلي ومن ذوقي ما رضيتش ارد عليه.
لانه في البدايه وفي النهايه هنا في بيتي، يعني ضيفي. دلوقتي انا عايز منك حاجه واحده بس. ايه رايك في الكلام اللي خالد اخوك قاله؟ تليفونك بيرن يا رباب. سامعاه؟ مين؟ مش عارف. ده ايمن بيه. والنبي ابن حلال لسه كان على بالي دلوقتي. الو. صباح الخير يا رباب. صباح النور يا ايمن بيه. انا قلت اطمن عليك انت والست ساميه. الحمد لله، ادينا قاعدين ومستنيين. بقول لك ايه بت يا رباب، يا بت ثانيه واحده. ايمن بيه هاتي التليفون، عايزه اكلمه. هاتي. ايمن بيه، عمتي عايزه اكلمك. يا ريت. هو حد يطول؟ الو. ازيك يا ايمن بيه، وحشتنا والنبي. والله وانتوا كمان يا ست ساميه. ولما هو كده يعني لازم ما نشوفكش الا في المشاكل. ما نشوفك ازاي بقى؟ شوف انت تأمري بايه وانا تحت امرك. ما يأمرش عليك ظالم ابدا يا اصيل يا ابن الاصله. بقول لحضرتك ايه يا ايمن بيه، بتحب الباميه؟ الله، هو في حد في الدنيا دي ما يحبش الباميه؟ الموكوسه اللي عندي ما بتحبهاش. لا والنبي ما تقوليش عليها كده يا ست ساميه، دي رباب غلبانه. يعني يرضيك يا ايمن بيه ادب حله الباميه قد كده واقعد اكلها لوحدي زي اليتيمه؟ معلش. معلش ليه؟ ما حضرتك تخطف رجلك كده وتيجي تتغدى معانا وتشرفنا، اهو مره نشوفك من غير مشاكل. ربنا يبارك فيك يا ست ساميه. معلش خليها مره تانية بقى، انا في الاسم ومشغول جدا والله. اكبر بخاطرنا بس يا ايمن بيه، ده كلها ساعه زمن. هتاكل لقمه وتشرب كوبايه الشاي وتتكل على الله كده على الاسم في سلامه الله. ده انت لو اتمطعت كده هتبقى عندنا. ماشي يا ست الكل، خلاص مستنيينك. خد معاك رباب هيتغدى معانا. الو. ايوه رباب. ايوه يا ايمن بيه، هنستناك. خلاص، تحبوا اجي امتى؟ اهي تدبيسه رسمي. وقت ما انت عايز. لا يعني انا بسال بس، يعني انتوا هتجهزوا الغدا امتى عشان ما اجيش اكركب الدنيا واعمل عوق في البيت؟ يعني نص ساعه يسخن بس الاكل. تمام كده. خلاص قول للست ساميه متشكر قوي قوي قوي. متشكرين على ايه بس يا ايمن بيه؟ ماشي يا رباب، سلام دلوقتي. السلام عليكم. تأخرت عليك؟ لا ابدا. خلي النسكافيه بتاعك برد. لا كويس كويس. عارف يا عمر، انا بقت الحكايه ثقيله على قلبي قوي، كل ما نقعد نهاتي ونتكلم في موضوعك انت وفريده ده يا اخي اتخنقت. عشان كده عايزك تفهمني، دول السببين. انا قراري واضح يا عمر، مستحيل. حتى ولو كان القرار ده على حساب بنتك وسعادتها. عمر، تعب ساعة ولا كل ساعة. على إذن حضرتك. آسف يا عمر. عمر أنا آسف، سامحني. أنا أب. السلام عليكم يا رباب. وعليكم السلام، اتفضل يا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحب. والله ده احنا زرنا النبي. الله يخليك يا رباب. تعبت نفسك يا ايمن بيه. لا مش حاجه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا يا ايمن بيه. النهارده يوم عيد والله، نورت البيت والدنيا كلها. والله منور باهل ست ساميه. تعيش. الله يخليك يا رب. بس ليه التعب ده كله؟ لازم تحرجنا يعني وتجيب حاجه معاك؟ ما تقوليش الكلام ده، ده حاجه بسيطه. ربنا يبارك لك يا رب. قول لي بقى اتاخرت ليه؟ معلش انا رحت اغير هدومي، اول مره من ساعه ما اشتغلت في الاسم ما اخدش معايا هدوم مهلكي، والناس بتشوف الميري قلبها بيتقبض. عندك حق.
دي حاجة صعبة قوي. أيمن بيه بقى بص، احنا مش هنحط الشرب دلوقتي، أنا هروح الأول أسخن الأكل وأجيبه على طول. اللي أنت عايزاه نشرب بعد ما ناكل يعني. أنا تحت أمرك. تعيش الله يخليك يا رب. خليك أنت جنب أيمن بيه وأنا هسخن الأكل. منور الدنيا يا أيمن بيه. يا أهلا وسهلا. يا بسم الله ما شاء الله، احنا بينا أحسن كتير. وإيه الشياكة دي كلها يا رباب؟ الله يخليك يا أيمن بيه. لا بجد احنا كده أحسن بكتير. نعمل إيه بقى يعني؟ حدش يكره إن هو ياخد باله من نفسه، بلاش بس الدنيا سرقانة ومخلينا نسين نفسينا. يا بنتي مفيش حاجة تستاهل، ياما دقت على راس طبول. عارفة أهم حاجة يا رباب؟ إن يكون ضميرك مستريح. ونعمة بالله يا باشا. أقول لك سر. قولي يا أيمن باشا. لا ما بهزرش، اتكلم بجد. اوعى تقولي لها كبير. الست دي عملت معايا النهارده احلى حاجه. اشمعنى؟ كنت هموت على الباميه. والله اول ما كلمتني ما كانش في دماغي، اول ما قالت لي باميه ضربت في نفوخي على طول. صحيح من النبي؟ بسيطه، احنا على كده نعمل باميه كل يوم. مش للدرجه دي يا رباب، يا بخت من زهره خفف. يا ايمن بنت جمالك على دماغنا من فوق. يعني حتى باباك ما بقاش عاوزنا ان احنا نكمل مع بعض. المشكله مش في بابا، بابا بس متضايق شويه وهيروق. المشكله باباك انت يا فري. احنا ملناش دعوه، هي دي مشكلته وحلها بنفسه. يا عمر انا جيت للدنيا دي وكبرت وانا بحبك، وكل همي في الدنيا دي ان احنا نبقى مع بعض. يعني عشت هنا، عشت في مرسى علم، ان شاء الله في تايلاند، المهم ان احنا نبقى مع بعض. اللي قالهولي حسسني انه مستحيل يرجع في كلامه. انا كنت بوصله كاني اول مره اشوفه في حياتي. مش مهم. هو ايه ده اللي مش مهم؟ يعني مش مهم يا عمر، احنا كبار وقادرين ناخد قراراتنا بنفسنا وننفذها. ممكن توضحي اكتر؟ نتجوز يا عمر. طب وهما؟ محدش له دعوه بينا، ده امر واقع. وزي ما بابا قالها لك، وجع ساعه ولا كل ساعه. بص يا عمر، أنا عارفة إن هو هيزعل مني شوية، يمكن هيقطعني شوية، بس بعد كده هيفهم والأمور هتتصلح. وبعدين أنا مش قاعدة بعمل حاجة عيب ولا بعمل حاجة حرام، أنا هتجوز الراجل اللي أنا بحبه من ساعة ما كنت أنا صغيرة وبلعب معاه على البحر وبنبني بيت من الرمل. ادخل. ازيك؟ الحمد لله. اقعد خلود. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. تزعلش مني. انا ما ينفعش ازعل منك يا خالد. أنا ما كانش قصدي أحرجك يا عمر. عمر ما عارف. هتعمل إيه مع فريدة بقى؟ مش عارف بقى. مش عارف، حاسس إن أنا دماغي عاملة زي الصفيحة اللي فيها جنيه فضة عمال يخبط هنا شوية وهنا شوية. بس فريدة ملهاش ذنب، ولا ليها ذنب في مشكلة باباها، ولا ليها ذنب في مشكلتك مع حكاية راضي الله يرحمه. ايه اللي جاب سيرة راضي دلوقتي؟ انت بتكذب عليا؟ ليه بتقول كده؟ انت ما استقلتش علشان تبعد يا عمر، انت استقلت علشان تكمل موضوع راضي بطريقتك، بعيد عن بابا وعم سعيد وأي ضغط من أي ناحية. اللي يخليك متأكد كده يعني؟ أنا عارف. منين؟ عارف من غير ما حد يقولي أي حاجة. أنا عارف. معلش يا خالد، بس مش دايما إحساسك بيبقى صح. وأنا مش بقول حاسس، أنا بقولك عارف. بس مش هي دي المشكلة. قول على طول يا خالد، ما تخافش، أنا عمري ما أزعل منك أبدا. اعمل اللي أنت عايزه،
وبالطريقة اللي انت شايفها، لان اصلا محدش هيقدر يغير لك قرارك مادام انت شايف ان هو ده الصح. بس اوعى توجع فريدة يا عمر، لان فريدة ما تستاهلش اي حاجة وحشة. انا ممكن اعمل حاجة تزعلها، بس هي في الاخر هتفهم. خير، مين قالك انها هتستنى لحد ما تفهم؟ بص يا عمر، انت اخويا الكبير، وكمان انت اكتر واحد انا بحبه في كل الناس، وشايفه احسن واحد في كل الناس، بس برضو شايف فريدة احسن واحدة في كل البنات، وممكن حد كويس يلاقيها وهي موجوعة ويقف جنبها، وساعتها هتروح ومش هتستنى تفهم، او تفهم بس متأخر بعد ما تكون راحت. انا متأكد يا خالد اني هعرف احافظ عليها حتى لو بعدت عنها وبقيت في اخر الدنيا. وهي هتحافظ عليا؟ لو انا حافظت عليها مش هديها فرصة تروح مني، وهلحقها وهتفهم. بس انا خالد لازم اعمل اللي انا شايفه صح. انا معرفش اعيش وانا شايل الدين ده في رقبتي الراضي، لازم اسدده. انا عارف اني اقدر اسدده. هتسيبها؟ ممكن نبعد. هتوجعها قوي يا عمر. لا بس هي هتستحمل، انا عارف انها هتستحمل، وعارف كمان ان انا مش هتاخر عليها، وفي الاخر هي هتفهم. وبعدين بقى رك عليك انت. وانا هقدر اعمل ايه؟ انا اصلا خايف لو وجعت انت فريدة تبعد عننا كلنا علشان ما نفكرهاش بيك. ده ممكن يحصل مع اي حد يا خالد الا انت. انا مش ملاك، انا اخوك، رحت ولا جيت اخوك. بس هي ما بتحبكش عشان انت اخويا خالد. وانا ما قلتش انها هتكرهني، بس هي فعلا ممكن تبعد عننا بجد لو انت بعدت عنها بجد. خالد ابوها رافض، والمره دي بجد. وانا بصراحه ما تعودتش اني اعمل حاجه انا شايفها مش صح، عشان انا كده تربيت على كده ومؤمن بكده من جوايا. بس اللي انا عايزك ما تفقدش الثقه فيه ابدا، ان حتى لو عملت حاجه تبان وحشه وتزعل، بس برضه في الاخر هبقى مركز انها ما تهدش كل حاجه، وممكن تتلحق، عشان انا عايز كده. فريده دي خالد مش خطيبتي ولا حبيبتي، بس فريده دي غايه، حلم، دنيا انا ما تخيلش ان اعيشها وهي مش فيها. طيب انت هتسافر امتى؟ هسافر بكره ان شاء الله. رتبت هتعمل ايه معاها؟ ان شاء الله، بس انت دعيلي. ربنا معاك يا عمر ومعاها. Ha ha ha.